الله تعالى سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يسمح له لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره بل والشكر لنعمته والتقرب إليه، ويعلم من لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه وتعالى أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. لذلك اختار الله عز وجل هؤلاء الرجال صحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم هؤلاء جيل مختار من الله تعالى، اختارهم بأعيانهم، خلقوا ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرهم الله عز وجل في قرآنه وفي كتابه، حري بنا أن نكرمهم وأن نفرد لهم برنامجا خاصا لنتكلم عن سيرتهم ولنعلم من هم هؤلاء الفرسان. من الفارس؟ من الفارس؟ من الفارس برنامج رمضاني يأتيكم كل يوم خلال شهر رمضان المبارك. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم من الله أقرب. من الفارس؟ من الفارس؟